هو مش عارف ما هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا خيرت الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش. امي مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريز وبعت لي اوباما ويحتمي بيه امريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع يتعبه يحس انصاره عليه الاب. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل حصل حرام. واتعمل على محمد مرسي علي الطلاب يا جماعتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يقف في مدينة. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كناش عايز نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرال ده؟ دي مؤسسة صاحبة 7000 حضارة. حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات. طب استاذ ايهاب عليه ان هو انا خايفه عليه ان هو استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطر عليه ان هو انا خايفه بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. مصر مقبره الارهاب والتطرف. انتهت خلاص اجزومه الاسلام. عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قياداتهم. اهدى اهدى انت عندك القلب. يطلع هو يا ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهه مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهه الجيش والشرطه والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون؟ عشان خاطر ايه ده؟ ايه والله؟ انا خايفه عليك والله. نقصوا على الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستوري؟ حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى اصل انا خايفه عليك. مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش. مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، في العقل وفي والله مرسي ما يستاهل انك تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع بجوري. اطلع لفاصل. اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح في ايه اللي حصل في مصر؟ طب اهدى. Islam as a religion is a lie wrapped with some facts and truths. I want the truth. You can't handle the truth.